بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى تحديد معنى القرآن، وبينا أن القرآن جاء منهجا وجاء معجزة، وبينا أن الله لمعجزة القرآن وثقه وحفظه بنفسه ولم يترك ذلك للبشر، وبينا أننا لا نفسر القرآن وإنما نحوم بخواطرنا حول القرآن، لعل الله يفيض علينا بعض مواليد أسراره في كونه. وقلنا إنه لو جاز لأحد أن يفسر القرآن لتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا، ولكن الله سبحانه جعل رسوله يبين للناس ما نزل إليهم مما يطلب التكليف فيه، ولا يختلف فيه فرد في عصر عن عصر. وأما عطاءات الأسرار في كليات القرآن وكونيات الكون فقد ترك الله لها مواليدها في القرآن حتى تجيء مواليدها في الكون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين أمرنا بالاستعاذة به من الشيطان حين نريد قراءة القرآن يريد أن يصفي النفس المستقبلة للقرآن من كل عقبات في الفهم أو ران على القلب، وتلك مهمة الشيطان. والشيطان له من خصوصيات الاقتدار التي وهبها الله له ما يستطيع أن يحول بين الإنسان وبين معطيات الله في كتابه، لأننا كما قلنا أقسم بعزة الله ليقعدن للمؤمنين على الصراط المستقيم، فلن يقعد في أماكن الخيبة ولا في أماكن الانحراف، لأن المرتدين عليها كفوه مؤونة ذلك. وقلنا بعض الخواطر حول بسم الله الرحمن الرحيم التي ابتدأت بها سورة فاتحة الكتاب، وابتدأت بها سور القرآن إلا سورة واحدة. وقلنا في هذه الخواطر ما قلنا، وبقي أن نستتم بعض الخواطر حول هذه التسمية. نجد في التسمية أسماء ثلاثة لله: الله والرحمن والرحيم. والله علم على واجب الوجود بكل صفات الكمال فيه، والرحمن تبين مجالا لأفعال الله وصفاته، والرحيم تبين مجالا آخر. والأفعال التي نقبل عليها لنفعلها قلنا أنه لا سيطرة لك على جنس من أجناس الكون لينفعل لك وليخدمك، ولكن الذي سخره هو الذي أمره أن ينفعل لك ليخدمك. إذن فمن الطبيعي حين تقبل على أن تتفاعل مع أي شيء في الكون أن تبدأ ذلك باسم الذي سخر لك هذا الشيء، لأنك لا تدخل على الأشياء بقدرتك لأنه لا قدرة لك، وبعلمك لأنه لا علم لك، وبأن كثيرا من الأشياء التي سخرت لك لا تدخل تحت طاقتك ولا تدخل تحت قدرتك ولا تخضع لأمرك. فأنت حين تقبل عليها تتذكر هبة الله لك بأنني أقبلت يا رب على هذا الفعل لا بقوتي
ولا باقتداري، ولكن باسمك أنت الذي سخرت لي هذه الأشياء. حين يقبل الإنسان على هذا العمل يعطيه خيره. قد يقول قائل الكافر يقبل على الأشياء بدون بسم الله ومع ذلك تنفعل له الأشياء، وقلنا إن عطاء الربوبية جعل الكون يعطي المؤمن والكافر، فما هي القيمة لبسم الله من المؤمن ما دامت الأشياء المسخرة تفعل لغير المؤمن؟ قلنا أيضا في اللقاءات السابقة أن قولك بسم الله تعتبر حركة عبودية لك تذكر نعمة الله لك في التسخير، فهي إن لم تزدك عن الكافر شيئا في الانفعال من الأشياء لك فقد ضمنت لك ثواب تذكرك لنعمة الله حتى لا ينقطع عطاؤها في اليوم الذي يبقى فيه العطاء. وإذا نظرنا إلى اسم الله، اسم الله، وجدنا أنه علم على واجب الوجود وله صفات كثيرة. هذه الصفات أصبحت في مجال الأسماء، وكيف تنتقل الصفة إلى مجال الاسم؟ تنتقل الصفة إلى مجال الاسم ليصدق قول الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف تنقلب الصفة إلى اسم؟ قد يوجد فلان حليم وتصفه بأنه حليم، ولكن لا بد من وجود موصوف يسبقه، وتقول فلان غني، وتقول فلان حكيم، ولكنك حين تطلق الحكمة والغنى لا ينصرف إلا لله. فإن قلت الحكيم على إطلاقه، الرحيم على إطلاقه، الغني على إطلاقه، فكأن الرحمة من كل راحم في الأرض هي بعض هبات الرحمة الهابطة من الله إلى الخلق، وتتسامى الرحمة في الرحماء في الدنيا إلى أن تلتصق بالرحيم الأعلى. إذن فذلك هو ينبوع الرحمة، فإذا أطلقت كلمة الرحيم انصرفت لله وإن كان يوصف بها غيره. لكن اسم الله لا يعطي صفة، وإنما يعطي ذاتا موصوفة بصفات الكمال. وما دام علم على واجب الوجود فالعلم مشخص، ومعنى مشخص أي لا يطلق على الغير. إذا سميت ابنك محمدا يبقى المفروض أن ما حدش يسمى محمد تاني، لأن كلمة محمد دي أصبحت مشخصة. ولذلك إذا حل لبعض الأسر أن يكرر الاسم في الأفراد يوم يقول لك بعدين محمد الصغير ومحمد الكبير، وبعدين يتميز بالأوصاف التانية محمد القصير ولا محمد الطويل مثلا، ما دام هتكرر الايه الله. لكن اسم الله علم على واجب الوجود، والناس يطلقون الأعلام على مسمياتهم، كل واحد منا يطلق علما على ابنه. إذن فإطلاق الأسماء على المسميات أمر شائع في دنيا الناس، ليس بعجيب. لكن الله حين اختار لنفسه اسما هو العلم اللي هو الله، قال أنا اخترت هذا الاسم لي وهو مشخص لصفات الكمال فيه، وأتحدى حتى الكافرين أن يجترئ واحد فيسمي تابعا له بهذا الاسم. والكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان، فلماذا لم يجترئ كافر ممن يكفر بالله ليقول إن الله سمى نفسه هذا الاسم وأنا سأسمي هذا الشيء الله، مع أنهم حريصون على أن يكذبوا كلمة الدين هذه؟ لم نجد أحدا يجترئ. ولذلك حين يقول هل تعلم له سمية يتحدى الكون كله في أن يطلق واحد منهم هذا الاسم على أي شيء. وأناس كثيرون كافرون بالله، ف
فيهيج فيهم غريزة التحدي حتى لا يقال لم نهج ولم تطرأ على بالنا، لا، طرأها الله على بالهم وقال هل تعلم له سمية. فلو كان الناس الكافرين دول مؤمنين بكفرهم لجيه واحد وقال أنا حسمي الله، لا، محدش دخل نفسه في دي في التجربة، مما يدل على أنه تعبد وهما لا يقينا. فلو كان متعبدا يقينا غير الله لأطلق هذا الاسم في حماية من عبده، ولكنه لم يجد له حاميا ليتحدى الله في ذلك الاسم. هل تعلم له سمية؟ يعني واحد على اسمه؟ لا. وإذا كان لم يثبت ذلك قبل نزول القرآن لأن الناس لم تتجه إلى هذا، فقد نغز القرآن فيهم غريزة التحدي وقال لهم أنا بتحدى هل تعلم له سمية. فإذا لم يجئ هذا الاسم القبل ما جاش برضه بعد ذلك، مما يدلك على أن الذين يعبدون شيئا غير الله لا يثقون في ذلك الشيء أبدا، ولو كانوا واثقين فيه كإله لقالوا نحن نقولها في هذا ونحن مطمئنون إلى أن هذا يحمينا، مما يدل على أنه ما بيعبدوش حاجة هواء. وبعد ذلك تأتي كلمة الرحمن وكلمة الرحيم. أنت حين بدأت بسم الله كان المعقول حين تريد فعلا أن تبتدئ باسم يعينك على فعلك، فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة تقول باسم القوي عشان تمدك صفة القوي، عايز علم باسم العالم، عايز حكمة تقول باسم الحكيم، عايز قهر باسم القهار، تجيب الاسم الذي ينفعك سياله في حركتك التي تريد أن تنفعل لك. لكن الأفعال لا تحتاج إلى سيال صفة واحدة، ده بتحتاج إلى صفات كتير، كل فعل اللي انت أتفه فعل بيحتاج إلى تكاتف صفات متعددة. ما تفتكرش انه هيحتاج للقدرة بس، ده هيحتاج للعلم قبل القدرة، ويحتاج للحكمة، ويحتاج للأنا والحلم. إذن هاي الصفات ايه؟ كثيرة. فبدل أن يثقل عليك لتكرر صفات المجالات للفعل قال لك قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات. فإذا قلت باسم الله يبقى كأنك قلت باسم القوي، باسم العالم، باسم الحكيم، باسم الرحمن، باسم الرحيم، باسم المؤمن، باسم القادر، باسم المقدر، كلها جت ليه؟ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الايه؟ بصفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيها العلماء، لكن اتفقوا على شيء، اتفقوا على أنها آيات من القرآن، 114 آية من القرآن، هي من القرآن قطعا، ومن سورة النمل في صلبها آية من سورة النمل، تبقى آية سورة النمل آية من القرآن وآية من سورة النمل. لكن بسم الله في غيرها آيات من القرآن، ولكن مختلف في هي آيات من السور نفسها بمعنى أن كل سورة، ولا هي آيات من القرآن جاءت للابتداء في الفاتحة وللفصل بين السور، إنما ليست من السورة. فبعض العلماء يرى هذا وبعض العلماء يرى هذا، إلا أن الحديث الذي رواه العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ووجد في صحيح مسلم رجح قول العلماء أنها آيات من القرآن ولكن ليست آية من السورة. وهذا هو السبب في أنك تسمع بعض الأئمة حين ينوي للصلاة يقرأ على الحمد لله رب العالمين، هو يسر بالتسمية عشان كل شيء ذي بال، كل شيء ذي بال يبدأ ببسم الله. يستدل بحديث العلاء الذي رواه عن أبي هريرة وذكر في صحيح مسلم أن الحق سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب بدليل التفسير الذي جاء بعدها. وكن أقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تدل على أن فاتحة الكتاب دي هي جوهر الصلاة،
نصفين، نصف لي ونصف له. أما الذي لي فثلاثة، اللي هي إيه؟ الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هنا جئنا بدي علشان هنا كلمة الرحمن الرحيم جاءت بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فكأن الحق سبحانه وتعالى حين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بها العمل، والعمل إنما يعمل للغاية وللنتيجة، فإذا ما أثمرت الغاية كان يجب عليك أن تستقبل استثمار العمل بالغاية بقولك الحمد لله. يبقى إذن ديك في بداية إيه؟ في بداية العمل، والحمد يأتي على الثمرة، فإذا ما رأيت الثمرة تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أم جاب هنا ثلاث أشياء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك، هذه أشياء لله، إياك نعبد وإياك نستعين، فيه عابد وفيه معبود، وفيه مستعين وفيه مستعان به. يبقى إذن هذه هي التي بين الله وبين عبده. طب والسلاسلة التي للعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فحين قال الله قسمت الصلاث بيني وبين عبدي ثلاث لي وثلاث له وواحدة بيني وبينه، فإذا قال العبد الحمد لله قال الحق حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه لي ولا منه العبادة ومني العون، ولعبدي ما سأل. والثلاثة التي له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هنا وجه في قول الحق سبحانه وتعالى قسمت الصلاة أي فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله، يبقى دل على أن فاتحة الكتاب شيء والتسمية الاستهلالية شيء، هي من القرآن ولكن ليست من نص السورة، لأن الله حينما فصل ماذا صنع؟ لم يأتي بها. دي الحجة اللي قالوا عليها، ولذلك قال لك عشان تخرج من الخلاف تبقى سمي سرا، يبقى سمي سرا. فإذا ما انتهينا من خواطرنا حول بسم الله، وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه أراد أن يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل، ربما كان عاصيا ويقول أنا أستعين بمن عصيته، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا صنعت كذا مما يغضبه، يقول لك لا أصل رحمن وأصل رحيم، فلا تمنعنك معصيتك له أن تستهل كل عمل باسمه. ليه؟ لأنه جاء بالحيثية وهو إيه؟ الرحمن الرحيم، ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمة. لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها، إذن فنحن نعيش مع معاصينا في مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم، نعيش بها. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى يجي يعرض النعم بتاعته، انظروا إلى دقة الأداء في القرآن، وإن تعدوا، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية دي صدر الآية ده ورد في القرآن مرتين، بس عجوزها اختلف، مرة قال وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وآية تانية جت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن إيه إن الإنسان لظلوم كفار. الله، إذن صدر الآيات واحد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس العجز اختلف حسب السياق، لأن سياق الآية الأولى تجليات الإيه الرحمة، وسياق الآية الثانية جاء في تجليات جبروت العاصي، يأخذ نعمة ربنا واستغلها في معصيته. ولذلك الثاني يقول إيه، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دول دي مناسب ظلوم كفار، إنما لما يقعد يعدد النعم تاني يقول غفور رحيم. ليه؟ أم قال لك لأن النعمة تقتضي ثلاثة عناصر: عنصر هو المنعم، وعنصر هو المنعم عليه، وعنصر هو النعمة. من حيث النعمة اللي هي العلاقة بقى دي كثيرة، ولذلك بعضنا قرأ يمكن فيما قرأ من علم النحو ان ان حرف شرط، مش كده ولا لا؟ ولكنها تستعمل في المشكوك فيه، لكن اذا تستعمل في الايه في المحقق، شيء محقق تقول اذا، شيء يعني شكك فيه تقول ايه ان، يعني ان حصل يبقى يحصل. طب اشمعنى ربنا آثر هنا اسلوب ان؟ قال لك ان تعدوا نعمة، ده شك في ان يقبل احد على عد نعم الله. قال لك طيب وريني كده حد عمل كده سجل وقعد يعدد نعم ربنا، لان الاقبال على الاحصاء العدي غلبة ظن انك تحصي، اما الذي لا يوجد ظن انك تقدر على احصائه، اتقبل عليه لتحصيه؟ اذا انت ساعة تقبل على احصاء شيء يبقى عندك ظن انه ممكن ان يحصى، لكن الشيء اللي ما يمكنش ان يجي الظن في اننا نعده ده لانه كتير قوي ما نقدرش عليه يبقى ما حدش فكر. ولذلك ربنا جاب قال ان، ما تجيش اذا هنا ابدا، لان مش ممكن هيجي واحد يقعد يعمل سجل علشان نعم ايه نعم ربنا. نقول له طيب اما من ناحية النعمة فهي كثيرة، طيب ومن ناحية المنعم؟ قال لك استدامة النعمة من المنعم على المنعم عليه دليل على أنه غفور ورحيم، وإلا لو كان مش غفور ورحيم وكان ينفعل على العاصين كان منع عنه من نعم. إذا من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم، فغطت غفور رحيم ظلوم وكفار. كلام طيب. هنا إذا جئنا لندخل في فاتحة الكتاب بهذا المعنى، نقوم نجد كلمة الحمد لله. الحمد لله إيه يعني الحمد لله دي؟ قال لك نجي ننظر كده تنظير يقرب الأمر إلى الأفهام. إذا كنا هنا في جماعة وبعد ذلك هذا القلم وقع هنا، وبعدين قعدوا يقولوا الايه، فقلنا القلم لفلان، ليا مثلا للشعراوي، يبقى القلم مقطوع بوجوده، ولكن المختلف فيه اللي عايزين نواجهه هو بتاع مين بس. اذا حين يقول الله الحمد لله قاطع بان حمدا لا بد ان يوجد في الكون، لازم يوجد حمد. ليه لازم يوجد حمد؟ قال لك الله انسان كده مفاجأ بان حاجات بتخدمه وتعطي له نعم بغير قدرة له عليها وبغير دخولها لا في علمه ولا في حكمته ولا في شيء، تقدم له هذه النعم، كان يجب أن يتجه كما قلنا يشوف النعم دي جاية منين. يا أخوات الواحد منفعل للنعم دي يشكر مين؟ إذن كان لازم على الإنسان حين تدركه نعم وتسخير الكون له أن يوجد حمدا، لازم يوجد حمد. زي احنا ما قلنا ان في واحد قعد كده راح في حتة في صحراء وبعدين غلبوا النعاس فنعس، وبعدين صبح الصبحية لقى مائدة جياله فيها العسل النحل والبيض والفول والقشطة والمش عارف ايه، احلى ولا حدش ما يعرفش حد هنا بالله قبل ما ياكل ما يقعدش يتلف كده يقول يا اخوة مين اللي جاب الحاجات دي، ما لقاش يبقى نفسه تستشرف على انه بس ولو يشكره.
كذلك الكون. شفنا نعم بلا قدرة لنا عليه، ما لناش قدرة عليه، وشفنا نعم. كان من الواجب اننا ايه، اننا ندور على مين نوجه له الحمد. اذن فالحمد طاقة موجودة قطعا لتستقبل النفس البشرية بها النعم التي لم تسخرها لنفسها. ولكن اللي هنختلف فيه مش ايجاد الحمد، توجيه الحمد. فقال الحمد اللي انت بتدور عليه صاحبه ده وديه لمين؟ لله. الحمد لله. وبعدين جاب لك الحيثيات، انه الله ولانه رحمن ولانه رحيم ولانه مالك يوم الايه، ولاننا حنعبده ايه ونستعين به الله. اذا كل المسائل جاية منه متعلقة به كله. اذا فما بعدها حيثيات للحمد المقطوع بوجود، او حيثيات مش لوجود الحمد، لا لتوجيه الحمد. فوجود الحمد امر فطري، كان يجب حتى اللي مش مؤمن باي حاجة كان يجب يدور على مين اللي انعم عليه هذه النعم. فاذا جاء ما جاءه رسول يوجهه يقول له ده بيحل اللغز، الحمد اللي انت تعبان فيه وعايز توجهه ده، والشكر اللي عايز تثني فيه وجهه لمين؟ لله. وجهه لله. ومن العجيب ان النسق كان المفروض فيه يقول الحمد للرب العالمين عشان نعمة الربوبية، رباك وعمال يمدك، لان دي اعطاء الربوبية، انما اعطاء الالوهية دي تكليف. فكأنه بدي يقولك التكليف أيضا من الله نعمة من النعم، بأنه يكلفك لامتداد نفعية حياتك التي لا تفوتك فيها النعمة ولا تفوت فيها أنت النعم. مع أن ظاهر الأمر أن كلمة الله هتكلبشني بتعبديات، كلمة الرب هتعطيني صحيح وعطتني كتير، إنما كلمة الله هتقيد إيه حركتي. يوم يجيبها هي الأول، تقييد الحركة دي هي قمة النعمة، هي قمة النعمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في سورة الرحمن كان المنطق يقول ايه، الرحمن خلق الانسان وبعدين علمه القرآن. قال لك لا، ده ما يمتنش بخلق الانسان ده بدون منهج ابدا، لان لو كان الانسان هيبقى بدون منهج كانت هتبقى حكاية فاسدة، وكل واحد يعمل ما اللي هواه فيه، وحين يصنع كل انسان ما فيه هواه تفسد حركة الكون. ولذلك إذا استقرأت القرآن وجدت كل خبر عن الإنسان من جنس الشر، إلا أن يجيء الاستثناء بالإيمان والعصر، إن الإنسان بانعزال إنسانيته عن المنهج يبقى إيه في خسر. أما المين اللي ينجو إلا الذين آمنوا. إذن الإنسان بدون منهج تبقى كلها إيه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جدوع وإذا مسه الخير إلا. يبقى إذن لولا وجوده إلا دي كان يبقى الخبر عن الإنسان ده. إذن فالإنسان بدون منهج قيمي يبقى كل الكلام عنه شر. ولذلك والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه إلا الذين آمنوا. إيه اللي ينجيني من أسفل سافلين؟ إلا دي، الذي. يبقى إذن الله لا يمتن بالخلق بخلق الإنسان، لا يمتن أولا بأنه الرحمن علم القرآن. يعني لو كان خلق الإنسان ده بدون تعليم القرآن وبدون منهج ما تبقاش الله، ما تبقاش النبي. يبقى إذن هذا هو الإيه المنهج. فإيه عندنا بإيه؟ باسم الحمد لله. اللي نفتكر أن كلمة الله دي بتقيدنا بالتكليفات، ثم تقول له هي دي عين العطاءات، عين العطاءات. كلمة الحمد ده بقى تقول عليها الثناء، تقول عليها الشكر، تقول عليها المدح، او هي مزيج انفعالي يبدي الاعجاب بجلائل النعم والتوجه بالعجز عن شكره. كلمة الحمد دي تبقى غير المدح، لانك قد تمدح شيئا بما لا دخل له فيه. يعني لقيت جوهرة كويسة يقول يا سام الجوهرة الجميلة دي، الجوهرة لا دخل لها في أن تكون جميلة. يمكن تمتدح واحدة جميلة تقول يا سام ملهاش برضو، إنما الحمد يبقى ما له اختيار، يبقى الحمد لمن له اختيار في أن يفعل أو لا، أو لا يفعل. تقوم إذن الحمد دي انفعالات متعددة،
فيها مجموعة من الثناء العاجز عن الإعجاب بمن وهب النعم. انفعالات. الانفعالات دي أول ما تيجي للعقل وبعدين تستقر في الايه؟ في القلب، وبعدين تفيض على الجوارح، ثم تفيض من الجوارح على الكون كله. إذن فعملية الحمد مش بس أقولها بلساني، لازم تكون مرت على عقلي، ولازم استقرت في قلبي، وبعدين شعت في كل جوارحي، ثم انتقلت مني كمصدر طاقة إلى أن تنفعل مع كل حركات الوجود. تبقى شوف الحمد دي خدت إيه. ولذلك شوف القرآن لما يجي يشرح العملية دي النفسية معقدة شوية يقول إيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما يمكنش تقشعر الجلود أبدا إلا بعد ما تمر المسألة هنا وتروح في القلب. قال لك ما مرتش هنا ووقفت، ولا مرت هنا كعقيدة ووقفت، بل فاضت على إيه؟ على الجوارح، الجلود، خدت الظرف الإهابي كله، وبعدين تشع حركة على مين؟ ما تقشعر دي يعني فيها إيه؟ فيها شوف بقى تصوير الحق. ثم تلين جلودهم وقلوبهم. الله ما قالش في الآلة الأولى، قال مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وجبت سد القلوب، عشان هو فاهم انه بيخاطب ناس لازم يفهمه. يبقى مش هيمكن تيجي من الجلود إلا إذا كانت في مين الأول، وبعدين يجي في الثانية ربما واحد تفوته. يقول ثم تلين جلودهم وقلوبهم، بقى تلين الجلود وتهدأ بقى كده. امتى تلين؟ ساعة ما ينزل القرآن تقشعر منه الايه؟ الجلود. وبعدين هل تلين الجلود والقلوب تلين لمين؟ لذكر الله. ما استنهاش مقشعرة. ليه؟ لأن القشعريرة دي يجب زي ما جت من العقل للقلب للإيه؟ للجلود. شوف الإهاب اللي خارجهم للجلود، تلين بأن تخرج تلك الطاقة لتنفعل مع الوجود. ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. تلين، ما اتنهاش عاملة كده. لو اتنتها عاملة بقى كده مش هفرغان للحركة، زي البطارية نحطها تنشحن تنشحن، وبعدين ناخدها نستعملها بقى في إيجاد طاقة، ولا تفضل بس هي تنشحن يفضل الجسم يقشعر كده. لا، القشعريرة دي راحت فين؟ قال لك كدوائر رمي الحجر في البحر، ترمي حاجة كده في الايه؟ في المية، تقوم تعمل ايه؟ دوائر. تقعد الدوائر كده لحد ما تصطدم بمين؟ تصطدم بالايه؟ بالشاطئ كده. كويس. يوم يجي إذن الحمد يعمل العملية النفسية دي، ودي عملية طبيعية في استقبال المدركات للإنسان العادي. الإنسان يدرك ثم يجد في نفسه ثم ينفعل. ضربنا مثل مرة وقلنا إيه؟ قلنا الإنسان مثلا يرى وردة، فرؤيته للوردة إدراك، فيعجب بها يسر. هذا الوجدان إيه اللي استقر في نفسي؟ أنا سررت بالوردة دي. تيجي عملية تانية بقى نزوعية، أقوم بدي أروح أقطف الوردة. هنا يتدخل الشرع، يقول لي ده مش بتاعتك. إذن الشرع يتدخل فين؟ في العمليات النزوعية. إنما أدرك وانفعل وكل حاجة. عايز بقى تبقى تجيبه، روح بقى ازرع لك حتة، استأذن صاحبه، ما عندكش حتة تزرعها في البيت، تفنن كده واحتل على الغلب، وهات قصرية كده وحط فيها مثلا شجرة، شوف ملكك. إذا بده ينظم النزوع، بده ينظم عملية الايه؟ عملية النزوع دي اللي قالوا عليها في علم النفس مظاهر الشعور. مظاهر الشعور ايه؟ ادراك فوجدان فنزوع. ادي العملية. التشريعات كلها بتتدخل في ايه؟
في العملية النزوعية، إنما إدراكية وجدانية ما تملاش ما تدخلش فيه دي إلا في شيء واحد، وهو الشيء الذي لا يمكن فيه فصل النزوع عن الوجدان. شيء ما نقدرش نفصل النزوع فيه عن الوجدان، ربنا قال من الأول ححرمه، وهو نظر الرجل إلى المرأة الجميلة. النظر إدراك، استقر إعجابك به، ده اسمه إيه؟ وجدان. كان المفروض بقى لحد هنا ما فيش فيها حاجة، لما نيجي نمد إيدنا ولا حاجة الشرع يتدخل. قال لك لا، أنا هتدخل من الأول، لأن هذه المسألة بالذات لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان. أدي السبب في أن قال لك غض، أنا برحمك وأقول لك غض، لأنك إذا أدركت فستجد، وإذا وجدت فستنزع. فأنا أرحمك من الأول وأتدخل مش من مرحلة النزوع ولكن من مرحلة الإدراك. يبقى عمل دي عملية إيه؟ عملية رحمة ليه، عملية رحمة. إذن فالحمد شوية انفعالات تحدث، نعم تمر على العقل، وبعدين العقل كده يستقر فيه تقدير هذا المنعم، تقديسه، ثناء عليه، عرفان بجميل له، كل دي فهم تفيض على ايه؟ على نفسه. ليه؟ لان الذي يثني ويشكر هو المنتفع بالنعمة. وهل عقلك هو المنتفع بالنعمة وحده؟ وهل قلبك هو المنتفع بالنعمة وحده؟ ولا كل جوارحك منتفع بالنعمة؟ يبقى مدام منتفع بالنعمة يبقى لازم يحصل فيه انفعال لكل منتفع بالنعمة. انفعال لكل منتفع بالنعمة، تيجي العملية بقى دي. يبقى إذن عملية القلب له عملية مادية، وهو إنه يقعد يضخ الدم. هل الدم ده محطوط فيه هو وبعد ذلك لا يسير بال... لا، بيروح في كل في الشعيرات ويلف على كل ال... كذلك معتقداته تستقر فيه وبعد ذلك توزع على سائر الجسم انفعالا. وبعدين بعد الانفعال، الانفعال ده عمال بيهز فيك المعاني، وبعد ما تنهز المعاني نقول له بقى ايه لين. ولذلك تجد ايات في القرآن بعض الناس يفتكر انها بتتناقض، نقول له حاشا لله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، انما ده من عند ربنا. يقول لك ايه، مرة يقول اذا ذكر الله وجلت الله، قول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قول وجل خلاف الاطمئنان. دي مسألة يعني اهي دي الاولانية، اذا ذكر الله فجأة كده اكني كنت غافل كده يوم يحصل عندي ايه مش عارف. وبعدين بقى ساعة ما يعيش في كياني ابتدي ايه، ابتدي اطمئن. او ان الذاكر نوعين، ذاكر يذكر الله وهو على معصية فده ايه قلبه، وذاكر يذكر الله وهو على طاعة. يقول امتى 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 اقابله يبقى مطمئن كده، دوك واجل وده ايه اطمئنان. اذا لكل حالة. اذا فقولك الحمد لله، الله يستحق الحمد لذاته. ليه؟ لأنك تحمد إنسانا لفضائل فيه، وإن لم تتعدى الفضائل إليك. تشوف مثلا واحد قال قصيدة كويسة ولا قال كلمة تنبسط منه لأنه عنده، وإن لم تتعدى إليك. إذن ففيه مدح وثناء للفضائل في الذات وإن لم تتعدى إليك، وفيه مدح للفواضل التي تفيض عليك من الممدوح إليك. فهي الأولانية للذات، والتانية لأنه رب العالمين. والرب دي تشعر بالتربية مش كده، تشعر بإيه، بالسيادة، تشعر بالملكية. يبقى كأنك إما كنتش يعني تدي لربنا الثناء لأن ذاته تستحق الثناء، اديها له لأن فضله عم عليك وبده يطمئنك. قال لك العالمين اللي في كلمة العالمين دي، العالمين دي برضو العلماء وقفوا فيها. العالمين دي هم العقلاء العارفين، يعني الملائكة والإنس والإيه والجن،
لأنه ما يجمعش زي ما بيقولوا جمع مذكر سالم إلا إيه؟ العاقل، مش كده؟ فقال لك دي ما نقدرش نقول عليها جماد ونبات وحيوان، يبقى العالمين اللي هم مين؟ اللي دول. أم قال لك طيب خدها بالقياس، فإذا كان رب لأرقى الأجناس للسادة في الكون، يبقى رب للأدنى ولا لا؟ طيب وتاني بقى واحد تاني أدق شوية، فهم أدق شوية، يقول لك يا أخي طيب تعالى، هو فايدة العقل إيه؟ مش الترجيح بين البدائل عشان ترى الأخير فيها تاخده؟ طيب أهو الكون غير الإنسان، خد الأخير وسلم من كل شيء ونفذ أمر الله بدون اختيار منه وخلص من المسؤولية، إذن فهو أعقل مني، يبقى مدام أعقل مني يبقى داخل في العالمين برضه، يبقى داخل في مين؟ يبقى داخل في العالمين، لأن مثلا عالم كذا وعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم وعالم وعالم، كان الأصول تجمع على إيه؟ على حسب اللغة على عوالم، وبعدين لما نيجي للعاقلين أو أهل المعرفة نقوم نقول إيه؟ عالمين. أم قال لك إن كانت العقول جاءت لتهدي الإنسان إلى السبيل الخير المنجي فهذه الأجناس أعقل منكم، زي ما قلنا سابقا، لأنها عملت إيه؟ حملت الأمانة بدون ما يكون لها اختيار، فخرجت من باب الجمال كما إيه؟ كما يقولون. إذن سواء كان هذا، يبقى ده تطمين لمين؟ ساعة نقول الحمد لله، ومش ربك انت بس، ده رب العالمين اللي في خدمتك. ليه؟ عشان ما يتسربش اليك، يمكن ان عالم يتمرد عليك ولا يخدمكش فبيطمنك، يقول لك لا اصلا انا رب كل اللي في خدمتك دول، انا ربهم وما فيش رب تاني هياخدهم مني، فاطمئن الى انهم دائما في ايه؟ دائما في خدمتك، انا رب هذا العالمين. واذا ما رايت من بعض العوالم التي تشاهدها مثلا إعصار ريح أو خطر سيول تجرف أو مثلا زلزلة أو براكين من الأشياء التي تشذ في بعض العوالم، اطمئن برضو لأنها لم تخرج عن مرآي، برضو أنا ربه وأنا عامل دي مخصوص عشان ألفتك إلى أني مسيطر عليها، وعلشان ألفتك على أن أنا أستطيع أن أنا هدي لك الحكاية دي من أولها لإيه؟ من أولها لآخرها في إيه؟ في لحظة، وعلشان أبين لك أن تنبؤاتك وقوتك وقدرتك ساعة يريد الله شيء لا وجود لها. إذن فهو يريد أن يطمئنني بقوله رب إيه؟ رب العالمين. يعني إياك أن تتخيل أن عالما من العوالم سيخرج عن خدمتك لأنه لا إله سواي وأنا اللي سخرته، ولذلك بقول وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، إن كان ده له رب وده له رب وده له رب، العالم ده له رب، يمكن يعودوا يتمردوا على إيه؟ ولا على بعضهم على بعض فتنة، ولكن من رحمة الله التي تستوجب الحمد أنه رب العالمين إيه؟ رب العالمين جميعا. هنا إذا قال الحمد لله مبتدا وخبره، يعني جملة قصيرة قوي وفيها كل الثناء على الله، إذا كان الله ترك لنا تكليف الثناء عليه كيف كنا نثني أو نحمد؟ الناس سيختلفون، فمن عنده قوة بيان يستطيع أن يقول، واللي ما عندهش بيان كيف يحمد الله وكيف يثني عليه؟ إذن هنا ما يبقاش تكافؤ الفرص في أمر مطلوب للجميع، فرحم الله من لا يقدر بأن قيد من يقدر بأن يحمد بهذه الصيغة. وحين أقول الحمد لله ما قصرتش، لأن زي النبي ما قالني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إذن أخرج الله عبيده من إيه؟ من الحيرة في صيغة الحمد، لأنك حين تحمد لابد أن تكون ملما بكمالات المحمود، وكمالات الله لا تتناهى، فكيف نلم بها؟
وهب أنك تعرف بعض الكمالات، تريد قدرة بيانية لتعبر بها، والناس مختلفون في القدرات البيانية. إذن نخرج من هذا إزاي؟ الرحمة أخرجتني إلى إيه؟ إلى أن الله جابها كلمة موجزة عشان ما يصعبش حفظه، وكلمة محددة عشان لا يلام أحد في أنه قصر في الحمد، وده ياخد ثواب أكثر لأنه أطال في الحمد، فهي كلمة الحمد لله من الله. فما دام ربنا قال احمدني بهذه الطريقة، يبقى نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد، نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد. يبقى إذن لما بنقول الحمد لله على النعم، نقول والصيغة اللي بنحمده بها كمان من نعم النعم، كان يجب إننا نحمد ربنا عليه. إذن فأنا أقول الحمد لله على النعم، مش كده؟ والحمد لله على الحمد لله. طب والحمد لله الأولانية مش عايزة حمد أخرى؟ عايزة؟ انت بقى تقول الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله. إذن إن سلسلت الحمد فسيظل الله محمودا، وسيظل الناس جميعا حامدين، عشان ما ينقطعش معنى الحمد أبدا. يبقى إذن الحمد لله لأنه يستحق الحمد، ولأنه يستحق حمدا جديدا على تعليم الحمد، ويستحق الحمد لما قدم لك من خير قبل أن توجد، ويستحق الحمد لما يرجى منه من خير وأنت موجود، ويستحق الحمد أيضا لما تأمله من استقبال خيره فيما يأتي. يبقى كم حاجة تستحق الحمد؟ للذات حمد، ولربوبيته حمد، ولما سبق من النعم في هذه الربوبية حمد، ولما عاصر من النعم من هذه الربوبية حمد، ولما تنتظره من مستقبل النعم يستحق الحمد. وبعد ذلك يقول والرحمن الرحيم، ده هي برضو عايز حمد لأنه ما عملكش بما يجب أن تعامل به. اللي جاية في ايه؟ في غفور رحيم، وجاية في ظلوم، في ظلم. اذا فالرحمن الرحيم ايضا تستحق الحمد. اذا فكل ما يتعلق بالصورة من معان حيثية لقولك الحمد لله. والى لقاء اخر ان شاء الله.